يعتبر الكوكب الأحمر، المعروف أيضاً بالمريخ، من بين أكثر الكواكب التي تثير اهتمام العلماء والمستكشفين. وعلى مر العقود، قام البشر بإرسال مهمات فضائية لاستكشاف هذا الكوكب الغامض، وقد أسفرت هذه المهمات عن اكتشافات مثيرة ومذهلة. أهمية اكتشافات الكوكب الأحمر. تعد اكتشافات الكوكب الأحمر ذات أهمية كبيرة لعدة أسباب. إليكم بعض النقاط التي تبرز أهمية هذه الاكتشافات. لا يوجد دليل قاطع على وجود حياة على كوكب المريخ من قبل، لكن العلماء كانوا يدرسون الكوكب بحثاً عن علامات يمكن أن تشير إلى قدرته على دعم الحياة أو وجود حياة على سطحه في الماضي. في الماضي البعيد، كان للمريخ ظروف يمكن أن تدعم وجود الماء السائل على سطحه، وهناك أدلة على وجود وديان الأنهار القديمة وقيعان البحيرات وحتى المحيطات المحتملة. يعد وجود الماء السائل أحد المكونات الأساسية للحياة كما نعرفها، ويتكهن بعض العلماء أنه إذا كانت الحياة قد نشأت بالفعل على المريخ، فربما كانت موجودة في الماضي عندما كانت الظروف مواتية أكثر. يمكن أن تكون أشكال الحياة الميكروبية القديمة قد ظهرت في بيئات مماثلة لتلك الموجودة على الأرض في وقت مبكر، كما وجد أن بعض النيازك التي نشأت من المريخ وهبطت على الأرض تحتوي على مركبات عضوية، في حين أن هذه يمكن أن يكون لها أصول غير بيولوجية. فقد أثار وجودها الاهتمام بإمكانية أن يكون للمريخ اللبنات الأساسية اللازمة للحياة. سطح المريخ حالياً قاسي وغير مضياف، مع درجات حرارة منخفضة للغاية وجو رقيق يتكون في الغالب من ثاني أكسيد الكربون. يمكن أن تكون مادة البيركلورات، وهي مواد كيميائية موجودة على سطح المريخ سامة للعديد من أشكال الحياة كما نعرفها. ومع ذلك، يمكن لبعض الكائنات الحية المتطرفة على الأرض البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية، مما دفع العلماء إلى النظر في إمكانية وجودها على المريخ المتطرف. تم إرسال العديد من البعثات الآلية إلى المريخ لدراسة سطحه ومناخه. عثرت المركبة الفضائية يوريو سيتي على أدلة على الظروف الصالحة للسكن في الماضي، مثل وجود البحيرات القديمة. ومن المرجح أن تستمر البعثات المستقبلية إلى المريخ في البحث عن علامات الحياة الماضية أو الحالية. بحثت عربة المثابرة التي هبطت على سطح المريخ في فبراير 2021 بنشاط عن علامات الحياة الميكروبية السابقة من خلال جمع عينات الصخور. هبطت البعثة في منطقة تسمى جيزرو كرايتر. هذه منطقة مثيرة للاهتمام علمياً، يعتقد أنها كانت ذات يوم بحيرة ودلتا نهر منذ مليارات السنين، مما يجعلها موقعاً رئيسياً للبحث عن علامات الحياة القديمة. تم تجهيز العربة الجوالة بمجموعة متنوعة من الأجهزة العلمية والكاميرات وغيرها من الأدوات للقيام بمهمتها، مثل نظام كاميرا يمكنه التقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة وصوراً بانورامية لتضاريس المريخ. المناخ الكوكبي. يعرف كوكب المريخ بمناخه البارد والجاف الذي يتميز بجو رقيق وضغط جوي منخفض وتغيرات شديدة في درجات الحرارة. ويتكون الغلاف الجوي للمريخ بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون حوالي 95.3% مع كميات ضئيلة من النيتروجين والأرجون. وبسبب غلافه الجوي الرقيق، يواجه المريخ صعوبة في الاحتفاظ بالحرارة، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في درجات الحرارة. يعيش المريخ مواسم مشابهة للأرض بسبب ميله المحوري بمقدار 25 درجة. ومع ذلك، فإن فصول المريخ تكون أطول بمرتين بسبب مدتها المدارية الأطول حول الشمس 687 يوماً أرضياً. يساهم طول كل موسم في تغيرات درجات الحرارة وديناميكيات الغلاف الجوي. يحتوي المريخ على أغطية جليدية قطبية دائمة تتكون أساساً من جليد الماء ومزيج من ثاني أكسيد الكربون المتجمد، الجليد الجاف، في القطب الجنوبي. المريخ عرضة للعواصف الترابية العالمية التي يمكن أن تغلف الكوكب بأكمله.
يمكن أن تستمر هذه العواصف لأسابيع أو حتى أشهر مما يحجب ضوء الشمس، ويمكن أن تؤثر العواصف على العمليات السطحية للمركبات الفضائية. العواصف الترابية المريخية تتكون من خلايا سحابية صغيرة متباعدة بانتظام. تشير الدلائل إلى أن المياه السائلة قد توجد بكميات محدودة تحت السطح، وكتدفقات ملحية موسمية تعرف باسم خط المنحدر المتكرر على بعض المنحدرات. تم تأكيد وجود الجليد المائي في القمم الجليدية القطبية وتحت السطح. يحتوي الغلاف الجوي للمريخ على كمية كبيرة من جزيئات الغبار الدقيقة، وتعمل هذه الجسيمات على تشتيت ضوء الشمس، مما يساهم في ظهور الكوكب المحمر عند النظر إليه من الأرض. على الرغم من وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ، إلا أن تأثير الاحتباس الحراري محدود، الذي من شأنه أن يساعد في احتجاز الحرارة والحفاظ على درجات حرارة أعلى. هذا بسبب الغلاف الجوي الرقيق ونقص الغازات الدفيئة الأخرى. على الرغم من أهمية هذه الاكتشافات، إلا أن هناك مزيداً من الأبحاث والدراسات التي تحتاج إلى إجراءات لفهم الكوكب الأحمر بشكل كامل. لذلك يجب استمرار الاستكشافات الفضائية والمهمات المستقبلية لاكتشاف المزيد من الأسرار المدهشة عن هذا الكوكب. روفر بيرسيرنس. روفر بيرسيرنس هو مركبة فضائية تم إرسالها إلى المريخ من قبل وكالة ناسا في 2020. يعتبر بيرسيرنس الروفر الرابع الذي ترسله ناسا إلى المريخ، وهو جزء من مهمة مارس 2020 للبحث عن علامات الحياة المحتملة على الكوكب الأحمر. يتميز بيرسيرنس بالعديد من المعلومات المثيرة. يبلغ طوله حوالي 3 أمتار ويزن حوالي 1 طن. يحمل الروفر مجموعة متنوعة من الأدوات والأجهزة العلمية لجمع العينات وتحليلها على سطح المريخ. يحمل بيرسيرنس مروحة لتحديد سرعة الرياح والمحافظة على التوازن. أبرز الاكتشافات التي أجريت بواسطة بيرسيرنس: منذ هبوطه على سطح المريخ في فبراير 2021، قام بيرسيرنس بالعديد من الاكتشافات المهمة، ومن بين أبرز هذه الاكتشافات جمع عينات من الصخور المريخية وتحليلها لفهم تكوينها وتاريخها الجيولوجي. تتبع ودعم المركبة الجوية إنجينيوتي التي تقوم بأول رحلة جوية في تاريخ المريخ. رصد الطقس على سطح المريخ بشكل يومي، بما في ذلك درجات الحرارة وسرعة الرياح وكمية الغبار في الجو. جمع الأدلة على وجود تاريخ حياة محتملة على المريخ من خلال تحليل الصخور والتربة. باستكشافاته المثيرة ومهمته في البحث عن الحياة على المريخ، يعد روفر بيرسيرنس إضافة قيمة للعلوم ومساهمة كبيرة في التوسع في معرفتنا عن الكواكب الأخرى في النظام الشمسي. مسبار الأمل، المعروف أيضاً باسم مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، هي مهمة استكشافية للفضاء أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدراسة الغلاف الجوي والمناخ على كوكب المريخ. إنها أول مهمة بين الكواكب تقوم بها دولة عربية. تم تطوير المركبة الفضائية وإطلاقها من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. يزن مسبار الأمل حوالي 1350 كيلوغراماً، ويبلغ طوله 3 أمتار وعرضه 2.4 متر. تم تجهيزه بأجهزة علمية حديثة تساعده على مراقبة الغلاف الجوي والطقس على الكوكب الأحمر. الهدف العلمي الرئيسي لمسبار الأمل هو توفير فهم شامل للغلاف الجوي للمريخ، بما في ذلك أنماط الطقس والتغيرات المناخية.
تهدف المهمة إلى جمع البيانات التي ستساعد العلماء على فهم ديناميكيات المناخ العالمي على المريخ بشكل أفضل وعلاقته بفقدان الهيدروجين والأكسجين من الغلاف الجوي العلوي، مما يساهم في تطور الغلاف الجوي الكلي للكوكب. تم إطلاق مسبار الأمل في 19 من يوليو 2020 باستخدام صاروخ ياباني من مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان. دخل مدار المريخ في 9 من فبراير 2021 بعد رحلة دامت حوالي 493 مليون كيلومتر. تحمل المركبة الفضائية 3 أدوات علمية لتحقيق أهدافها: مطياف الإمارات للمريخ بالأشعة فوق البنفسجية. يقيس هذا الجهاز توزيع الهيدروجين والأكسجين في الغلاف الجوي العلوي للمريخ، مما يساعد العلماء على فهم كيفية تسرب غازات الغلاف الجوي إلى الفضاء بمرور الوقت. جهاز تصوير الإمارات إكسبلوريش يلتقط الجهاز صوراً عالية الدقة للغلاف الجوي السفلي والوسطي لكوكب المريخ، مما يوفر نظرة ثاقبة لأنماط الطقس اليومية والموسمية على الكوكب. مطياف الأشعة تحت الحمراء للمريخ الإماراتي. يقيس هذا الجهاز درجة الحرارة والغبار وجزيئات الجليد في الغلاف الجوي السفلي للمريخ، مما يساهم في فهم توازن طاقة الكوكب والعمليات المناخية. يتم توفير البيانات التي يتم جمعها بواسطة مسبار الأمل للمجتمع العلمي العالمي، وتهدف إلى المساهمة في فهم البشرية الشامل للمريخ وغلافه الجوي المعقد. كما ترمز البعثة إلى المشاركة والإمكانيات المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف وتكنولوجيا الفضاء. سيستمر مسبار الأمل في تحقيق المزيد من التطورات العلمية وكشف المزيد من أسرار الكوكب الأحمر. هذه التطورات ستساهم في تقدم العلوم الفلكية وفهمنا للكواكب الأخرى في النظام الشمسي. كوكب المريخ هو كوكب يدور حول محوره، مما يتسبب في دورات نهارية وليلية مماثلة لتلك الموجودة على الأرض. تبلغ فترة دوران المريخ حوالي 24.6 ساعة، وهي قريبة من يوم الأرض المكون من 24 ساعة. وهذا يعني أن يوم المريخ، المعروف باسم اليوم المريخي، يكون أطول قليلاً من يوم الأرض. ويمتلك المريخ ميلاً محورياً مشابهاً لميل الأرض، حيث يبلغ ميله المحوري حوالي 25.2 درجة، وهو المسؤول عن تغير فصول الكوكب. عندما يدور المريخ حول الشمس، تتلقى أجزاء مختلفة من الكوكب كميات متفاوتة من ضوء الشمس، مما يؤدي إلى تغيرات موسمية في درجات الحرارة. يساهم الميل المحوري للمريخ ودورانه في تطوير مواسم متميزة على الكوكب. تماماً مثل الأرض، يحتوي المريخ على أغطية جليدية قطبية تتوسع وتنحسر مع تغير الفصول. ومع تغير زاوية الشمس بالنسبة لمحور المريخ، فإنها تؤثر على كمية الطاقة الشمسية التي يتلقاها كل نصف من الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى تغيرات في درجات الحرارة وتحولات في توزيع الجليد. ويلعب الغلاف الجوي الرقيق للمريخ دوراً في كيفية توزيع درجات الحرارة وأنماط الطقس عبر الكوكب. لا يحتفظ الغلاف الجوي الرقيق بالحرارة بشكل فعال مثل الغلاف الجوي السميك للأرض، مما يؤدي إلى اختلافات أكبر في درجات الحرارة بين النهار والليل. كذلك يساهم دوران المريخ في حدوث عواصف ترابية ضخمة، يمكن أن تغلف هذه العواصف الكوكب بأكمله، وغالباً ما تحدث بسبب الاختلافات في درجات الحرارة بين المناطق المختلفة. هذا يعني الدوران وعدم وجود غلاف جوي سميك أن هذه العواصف يمكن أن تصبح عالمية ولها تأثيرات كبيرة على ظروف سطح الكوكب. شكل دوران المريخ ملامح سطحه على مدى ملايين السنين. تأثرت الفوهات الصدمية والوديان والأودية والتكوينات الجيولوجية الأخرى بدوران الكوكب وعمليات تآكله. دوران المريخ له آثار عملية على مراقبة الكوكب من الأرض وإرسال المركبات الفضائية لدراسته.
تكشف الملاحظات التلسكوبية من الأرض عن مناطق مختلفة من سطح المريخ بمرور الوقت بسبب دورانه. يجب على المركبات الفضائية التي تسافر إلى المريخ أن تأخذ دورانها في الاعتبار عند التخطيط للمدارات والبعثات. تعتبر حركة دوران المريخ من الظواهر الفلكية المثيرة للإعجاب، فهي تأخذ شكل حركة دوارة للكوكب حول نفسه، وتعتبر واحدة من المظاهر الأساسية التي تميز هذا الكوكب عن الكواكب الأخرى. يعتقد أن سرعة دوران المريخ أسرع بكثير من سرعة دوران الأرض، مما يؤثر بشكل كبير في شروق الشمس وغروبها على سطحه. يثير اكتشاف المريخ اهتمام العلماء ورواد الفضاء حول العالم. في الآونة الأخيرة قد تم التوصل إلى أن المريخ يدور بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقاً. هذا الاكتشاف له تأثير كبير على الرحلات الفضائية المستقبلية إلى المريخ وعلى إمكانية استيطان البشر عليه. التأثير على استكشاف المريخ والرحلات الفضائية. تهدف الصين ووكالة ناسا إلى إرسال رواد فضاء إلى المريخ خلال العقد القادم بدءاً من عام 2033، حيث تتعدد التحديات التي ستواجه تنفيذ هذه الفكرة. فهناك العوامل اللوجستية والتقنية التي تتعلق بالتعامل مع النفايات الفضائية وتوفير كميات الطعام والماء الكافية لرواد الفضاء طيلة رحلتهم من وإلى المريخ. ويجب إيجاد طرق لضمان سلامة رواد الفضاء أثناء رحلتهم التي قد تدوم عدة شهور، إذ سيتعرضون للأشعة الكونية والجاذبية الصغرى. وتوجد مخاوف من أن تعرض رواد الفضاء لظروف الجاذبية الصغرى سيجعلهم يعانون من ظروف جاذبية كوكب المريخ. لبحث هذه التحديات، صمم فريق من الخبراء في المجال الطبي من جامعة أستراليا القومية نموذجاً رياضياً يبحث احتمالات إمكانية سفر رواد الفضاء إلى المريخ وإتمام مهمهم بأمان. سيوفر هذا النموذج، إضافة إلى التجهيزات الأخرى، كل ما يحتاج إليه رواد الفضاء قبل رحلتهم إلى المريخ. سيتمكن العلماء بفضل هذه التجهيزات من تقييم أثر الرحلات الفضائية الطويلة منها والقصيرة التي تصل رواد الفضاء إلى أماكن بعيدة عن مدار الأرض المنخفض وحتى خارج النظام المتضمن لكوكب الأرض والقمر بأكمله. سيؤدي تأثير الجاذبية الصغرى، إضافة إلى التعرض للإشعاعات الكونية وأشعة الشمس، إلى تغييرات جذرية في أجسام رواد الفضاء. بيّنت نتائج بحوث أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية أن الجاذبية الصغرى تسبب ضمور العضلات ونقص كثافة العظام وتؤثر في وظائف الأعضاء والأعصاب وجهاز الدوران المعني بضخ الدم في الجسم. من جانب آخر، يستغرق السفر إلى المريخ 6 إلى 7 أشهر، وإمضاء تلك الفترة الطويلة في بيئة تنعدم فيها الجاذبية سيؤدي إلى تغير في بنية الأوعية الدموية وآلية عمل القلب. وتوضح المؤلفة والصحفية إيماجين تاكر إن إمضاء فترة طويلة في بيئة معدومة الجاذبية قد تجعل القلب كسولاً، إذ سينخفض معدل ضخ الدم في الجسم لعدم وجود شروط مقاومة جاذبية تحفزه على العمل. وعندما تكون على الأرض، تؤدي الجاذبية إلى سحب السوائل نحو القسم السفلي من الجسم. تفسر هذه الحقيقة ظاهرة تنميل الساقين التي يشعر بها البعض في نهاية اليوم، لكن في الفضاء تنعدم الجاذبية فتنعكس جهة حركة السوائل إذ تتوجه نحو القسم العلوي من الجسم. ينتج عن ذلك استجابة طارئة من الجسم بسبب وجود قدر كبير من السوائل في مكان غير مألوف، فتظهر أعراض مثل الجفاف الذي يصيب الجسم نتيجة التخلص من السوائل الزائدة، إذ تزداد الحاجة إلى التبول ويقل شعور العطش، وعلى هذا يجب شرب المزيد من السوائل لتعويض الفقد. ظل العلماء يدرسون بيئة المريخ لسنوات ويفكرون في التأثيرات المحتملة المختلفة التي يمكن أن تحدثها الأنشطة البشرية على أي حياة مريخية محتملة أو بيئة المريخ نفسها.
يمكن للأنشطة البشرية مثل بناء الموائل والبنية التحتية أن تغير بيئة المريخ. قد تكون هذه التغييرات غير مقصودة وتؤثر على الظروف المحلية أو درجة الحرارة أو الضغط، والتي يمكن أن تؤثر على أي كائنات مريخية محلية افتراضية. اعتماداً على حجم النشاط البشري، قد تكون هناك تأثيرات مناخية محلية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر تغيير السطح من خلال البناء أو التعدين على طريقة امتصاص ضوء الشمس وانعكاسه، مما قد يؤثر على درجات الحرارة المحلية. وقد يؤدي استخدام المواد الكيميائية للوقود أو الزراعة أو لأغراض أخرى إلى إدخال مواد جديدة في بيئة المريخ. قد لا توجد هذه المواد بشكل طبيعي على سطح المريخ، ويمكن أن تؤثر على أي كائنات أو أنظمة بيئية مريخية محتملة. ستحتاج الموائل البشرية على المريخ إلى توفير الحماية من بيئة إشعاع المريخ القاسية. يمكن أن تتفاعل المواد المستخدمة للحماية مع تربة المريخ وغلافه الجوي، مما قد يؤدي إلى تغيير الكيمياء المحلية أو التأثير على وجود أي أشكال للحياة. إذا تم إدخال كائنات الأرض إلى المريخ، فمن المحتمل أن تتفاعل مع أي حياة مريخية أصلية إذا كانت موجودة. قد يكون هذا التفاعل مفيداً أو محايداً أو ضاراً اعتماداً على الكائنات الحية المعنية. في 50 عاماً الماضية، ترك البشر نحو 8 أطنان من النفايات على سطح المريخ، بالرغم من عدم نزول أي إنسان على سطحه بعد. وتشتمل هذه النفايات على أجهزة مهملة ومركبات فضائية غير نشطة التي تحطمت على سطح المريخ، وتحديداً مركبة كوكب المريخ 2 التابعة للاتحاد السوفيتي التي هبطت في عام 1971. لكن هذا الحطام ليس سوى شاهد على محاولات الإنسان المتواصلة لاكتشاف الكوكب الأحمر. فوصول الإنسان إلى المريخ هي خطوة تنتظرها البشرية منذ أن خطى نيل المسترون خطوته الأولى على سطح القمر. لكن رحلة الإنسان إلى المريخ تختلف كثيراً عن رحلة أرمسترونغ التي استغرقت نحو 8 أيام و14 ساعة و12 دقيقة حتى عاد سالماً إلى الأرض. فالرحلة إلى المريخ باستعمال أحدث التقنيات المتاحة حالياً ستستغرق 6 أشهر على أقل تقدير، وهو ما يعني أن العودة إلى الأرض لن تكون قبل 12 شهراً دون إمدادات أو فرصة للحياة في ظروف طبيعية. فيما يلي بعض النقاط المتعلقة بالرحلات إلى كوكب المريخ وتاريخ اكتشافه. في أكتوبر عام 1601 اكتشف كيبلر أن مدار المريخ شكله بيضاوي وليس دائري. وفي أغسطس عام 1672 لاحظ العالم الهولندي كريستيان هيغنز بقعة مضيئة على سطح المريخ، والتي تم اكتشافها لاحقاً على أنها غطاء جليدي قطبي. في عام 1877 اكتشف سفهول القمر ديموس في 12 من أغسطس. وقد اكتشف فوبوس بعد عدة أيام بينما كان يراقب ديموس، ففي أبريل عام 1963 استخدم مجموعة من العلماء التحليل الطيفي لتحديد الغلاف الجوي للمريخ، وتبين أنه يحتوي على الماء، وهو ما تم التكهن به منذ فترة طويلة. وفي يوليو عام 1965 حلقت المركبة الفضائية مارنر 4 والتقطت الصور الأولى لسطح المريخ. في 14 من نوفمبر عام 1971 أصبحت مارينر 9 أول مركبة فضائية تدور حول كوكب عندما دخلت مدار المريخ. كشفت ميزات رئيسية لكوكب المريخ مثل البراكين والأخاديد والطقس والسحب الجليدية. في يوليو عام 1976 كانت فايكنج 1 أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح المريخ. ولمدة 6 سنوات بثت فايكنج صوراً وبيانات وأجرت العديد من التجارب، وفي أغسطس عام 1996
تم العثور على نيزك من المريخ في القارة القطبية الجنوبية يحتوي على أحفير مريخية مجهرية. في يوليو عام 1997 هبطت المركبة مارس باثفايندر على سطح المريخ، ومن ثم أطلقت الروبوت سيجورنر الذي كانت تحمله على متنها، وبدأ التجول بكل حرية على سطحه، وهو أول جسم يطوف لمدة 7 أيام على سطح المريخ. للمريخ قمران: فوبوس الأكبر والأقرب إلى المريخ، وديموس الأصغر والأبعد. إن هذين القمرين من أصغر أقمار المجموعة الشمسية. فوبوس له شكل غير منتظم، ويبلغ طوله حوالي 22.2 كيلومتر. يدور القمر فوبوس حول المريخ على مسافة قريبة، ويستغرق حوالي 7 ساعات و39 دقيقة فقط لإكمال مدار واحد. هذا أسرع بكثير من فترة دوران المريخ. ونظراً لانخفاض مداره وسرعته المدارية السريعة، يرتفع القمر فوبوس في الغرب ويبدأ في الشرق على المريخ. ديموس هو أصغر وأبعد قمر للمريخ، له شكل غير منتظم، ويبلغ طوله حوالي 12.4 كيلومتر. يدور ديموس حول المريخ على مسافة أكبر من فوبوس، ويستغرق حوالي 30.3 ساعة لإكمال مدار واحد. وعلى درار فوبوس، يرتفع ديموس أيضاً في الغرب ويجلس في الشرق على المريخ. يتمتع ديموس بمظهر أكثر سلاسة مقارنة بفوبوس، مع وجود عدد أقل من الحفر على سطحه، وهو غني بالمياه الجليدية. تم استخدام التلسكوبات الفضائية والأقمار الصناعية الحديثة لتحديد وتصوير هذه الأقمار. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام تحليل البيانات والنمذجة الحاسوبية لدراسة حركة هذه الأقمار وخصائصها. تم تطبيق أساليب علمية متقدمة لفهم مكونات هذه الأقمار والتأثيرات التي تعاني منها بسبب جاذبية المريخ والأجسام الفضائية الأخرى. بعد ذلك، تم تحليل البيانات المجمعة لتطوير نظريات حول المنشأ والتشكيل والتاريخ التطوري لهذه الأقمار. يعتبر وجود أقمار حول المريخ أمراً مهماً للباحثين ورواد الفضاء. تساعد هذه الأقمار في توفير البيانات والصور عن الكوكب، مما يسهل على العلماء استكشافه ودراسته بشكل متقدم، وكذلك مفتاحاً لتحسين التواصل والاتصال بين المركبات الفضائية الموجودة على سطح المريخ ورحلات الفضاء القادمة. ومن خلال إرسال إشارات ومعلومات، يسهل هذا التواصل على رواد الفضاء التحكم والتفاعل بشكل أفضل. منذ العام 2012 يتولى الروبوت الجوال كوريوسيتي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية مهمة استكشاف أراضي المريخ القديمة عبر الصفائح التكتونية. ومن بين هذه الأراضي فوهة ضخمة مع جبلها البالغ بالارتفاع 6 كيلومترات. تكون هذا الجبل من طبقات رسوبية في دليل جديد على أن الحياة على المريخ كانت ممكنة في الماضي البعيد. واكتشف الروبوت الجوال كوريوسيتي متحجرة سداسية الشكل تشهد على أن بيئة الكوكب الأحمر كانت شبيهة ببيئة الأرض، وكانت مؤاتية لظهور الكائنات الحية. بما أن المريخ شهد مناخاً دورياً تتعاقب فيه المواسم الجفة والرطبة ضمن فترات منتظمة قبل أكثر من 3 مليارات سنة، على عكس كوكب الأرض، لم يتجدد سطح المريخ عبر الصفائح التكتونية فيما حفظت فيه آثار الأراضي القديمة بشكل جيد. علماً بأن المريخ الذي يتمتع راهناً بمناخ عديم الرطوبة كان يضم أنهاراً وبحيرات كثيرة قبل مليارات السنين، لكنها تبخرت. كما نعلم، كان المريخ في يوم من الأيام مكاناً رطباً للغاية، حيث توجد أنهار وبحيرات، وربما حتى محيط. وبالطبع، حيث يوجد الماء، يوجد أيضاً الطين.
شاهدت المركبة الفضائية على المريخ آثاراً لطين المريخ القديم من قبل، ولكن الآن عثرت المركبة الفضائية كيوريوسيتي التابعة لوكالة ناسا على ما قد يكون أفضل بقايا شقوق طينية تم الحفاظ عليها على الإطلاق. هذه الشقوق مثل تلك التي نراها على الأرض، بعد جفاف الطين لا يتم الحفاظ عليها جيداً فحسب، ولكنها توفر أيضاً أدلة حول ظروف معينة على المريخ التي كان من الممكن أن تساعد في ظهور الحياة المجهرية منذ مليارات الأعوام. اكتشفت يوريوسيتي الشقوق الطينية لأول مرة في عام 2021 أثناء استكشاف الرواسب القديمة على جبل شرب في غيل كريتار. انتهت المهمة الجوالة من حفر عينة من هدف صخري يدعى بونتور. كان هذا الهدف في منطقة انتقالية بين طبقة غنية بالطين وطبقة أعلى غنية بالمعادن المالحة تسمى الكبريتات. والجدير بالذكر أن معادن الطين تتكون عادة في الماء، لكن الكبريتات تتشكل مع جفاف الماء. يمكن للعلماء معرفة المزيد عن تاريخ هذه المنطقة، حيث تسلط المعادن المختلفة الضوء على عصور مختلفة في تاريخ كالكراتر. وبالمثل، فإن المنطقة الانتقالية بينهما عبارة عن سجل لتغير الظروف من فترات الرطب إلى فترات الجفاف الطويلة. حدث هذا عندما بدأت البحيرات والأنهار في الحفرة في الانحسار والجفاف. كيف شكل الطين القديم على المريخ أنماطاً سداسية؟ تشبه العملية التي تشكلت بها الأشكال السداسية تلك الموجودة على الأرض. عندما يجف الطين، يتقلص ويتشقق إلى شقوق على شكل حرف T في مكان يسمى ويتسوكر. تشكلت هذه الكسور عندما جف الطين مرة واحدة فقط. لكن في بونتور، جف الطين وأصبح مبتلاً مرة أخرى عدة مرات. ونتيجة لذلك، خفت الشقوق على شكل حرف T تدريجياً وأصبحت على شكل حرف Y. في وقت لاحق، اندمجت هذه الشقوق معاً لتشكيل الأنماط السداسية. بالنسبة للكائنات الحية الدقيقة الموجودة، تعتبر المسطحات المائية طويلة الأمد مثل البحيرات مثالية. لكن العلماء يقولون إن الظروف التي تؤدي إلى الحياة مختلفة بعض الشيء بالضرورة. تساعد ظروف الجفة والرطبة على التحكم في تركيز المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج البوليمرات. البوليمرات عبارة عن سلاسل طويلة من الجزيئات الكربونية، وهذا يشمل الأحماض النووية ولبنات البناء الكيميائية للحياة. في 25 من مايو عام 2008، انطلق المسبار فينيكس المريخ التابع لناسا عبر الغلاف الجوي للمريخ، وهبط في القطب الشمالي للكوكب الأحمر، حيث صنعت المركبة الفضائية التاريخ، لأن ذراعها الآلية كانت أول من لمس الماء وأخذ عينات منه على المريخ خلال الهبوط على الكوكب الأحمر. كما كشفت فينيكس عن قدر غير مسبوق من المعلومات حول بيئة الكوكب الأحمر. كانت أهداف فينيكس مورز لاندر هي دراسة تاريخ المياه في القطب الشمالي المريخي والبحث عن دليل على منطقة صالحة للسكن وتقييم الإمكانات البيولوجية لحدود التربة الجليدية. على نطاق أوسع، تم تصميم المسبار لتحديد ما إذا كانت الحياة موجودة على المريخ وتوصيف مناخ وجيولوجيا الكوكب الأحمر وللمساعدة في الاستعداد للاستكشاف البشري في المستقبل لسطحه. أخذ فينيكس عينات من تراب المريخ بحثاً عن الجليد، وبعد شهرين أكد العلماء وجود مياه على سطح المريخ. بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة عينة أخرى من التربة إلى أن التربة تتكون من أملاح ومواد كيميائية أخرى مثل البركلورات والصوديوم والمغنيسيوم وكلوريد والبوتاسيوم.
كما حفرت الذراع الروبوتية المتخصصة لمركبة فينيكس الفضائية في طبقة غنية بالجليد لتشكيل خنادق ضحلة على تضاريس المريخ. حمل الذراع عينات من الأرض إلى الأفران الصغيرة والمختبر المصغر على متن المركبة الفضائية. تم تسخين هذه العينات المختارة لتحرير العناصر التي تم فحص خصائصها الكيميائية والفيزيائية. عندما دخلت مركبة الهبوط في الوضع الآمن في 28 من أكتوبر عام 2008، وبسبب عدم كفاية ضوء الشمس وسوء الأحوال الجوية، جاء شتاء المريخ. أثناء الوضع الآمن، تم تعليق الأنشطة التي لم تكن حرجة، بينما كانت المركبة الفضائية تنتظر تعليمات من مركز التحكم في المهمة. من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، كان هناك اتصال يومي مع المسبار، ولكن لم يتم تلقي أي إشارات. بعد 2 من نوفمبر 2008 انتهت المهمة. قدمت مركبة الفضاء فينيكس نظرة ثاقبة غير مسبوقة على أكثر جيران الأرض إحمراراً، واعتبرت المهمة ناجحة. نيازك من المريخ. حدد العلماء أكثر من 300 نيزك أتت من المريخ. أثيرت الشكوك حول أصلها لأول مرة عندما تم العثور على النيازك التي بدت على أنها صخور بركانية عمرها حوالي 1.3 مليار سنة بدلاً من 4.5 مليار سنة لجميع النيازك الأخرى. يجب أن تكون هذه الصخور قد أتت من جسم نشط جيولوجياً في الماضي القريب نسبياً، وكان المريخ هو المرشح الأكثر ترجيحاً. تحتوي الصخور أيضاً على نسب مماثلة من نظائر الأكسجين التي تختلف بشكل مميز عن تلك الموجودة في صخور الأرض والصخور القمرية والنيازك الأخرى. تم إثبات أصل المريخ أخيراً عندما وجد أن العديد منها يحتوي على غازات محاصرة ذات تركيبة مماثلة لتكوين المريخ. الغلاف الجوي كما تم قياسه بواسطة مركبات هبوط الفيكنج، يعتقد أن الصخور قد تطايرت من سطح المريخ بفعل الاصطدامات الكبيرة، ثم ذهبوا إلى المدار الشمسي لعدة ملايين من السنين قبل أن يسقطوا على الأرض. المريخ، الكوكب الرابع من الشمس، سمي على اسم إله الحرب الرومانية. متوسط المسافة من الشمس هو 228 مليون كيلومتر. يومه 24 ساعة و37 دقيقة. عامه حوالي 687 يوم أرضي. له قمرين صغيرين، فوبوس وديموس. يبلغ قطر خط الاستواء على المريخ 3396 كيلومتر، أي حوالي نصف قطر الأرض. تبلغ كتلته حوالي عشر كتلة الأرض، وجاذبية سطحه تعادل ثلث قوة جاذبية الأرض. لم يتم اكتشاف أي مجال مغناطيسي على المريخ، مما يشير كما هو الحال مع كثافته المنخفضة إلى عدم وجود نواة معدنية كبيرة. مثل الأرض، له فصول وغلاف جوي، لكن متوسط درجة حرارة سطحه أثناء النهار لا يتجاوز 20 درجة مئوية تحت الصفر. يتكون الغلاف الجوي الرقيق للمريخ من ثاني أكسيد الكربون بشكل أساسي مع بعض النيتروجين والأرجون وآثار بخار الماء. تظهر صور المركبات الفضائية سطحاً مليئاً بالفوهات مع البراكين وسهول الحمم البركانية وقنوات الفيضانات والأودية العديد منها بمعايير الأرض. أوليمابوس مونس على سبيل المثال هو أكبر بركان معروف في النظام الشمسي. تعتبر الرياح عنصراً مهماً على كوكب المريخ، فهي نحتت معالم مثل الكثبان الرملية وأحياناً تسبب عواصف ترابية عالمية. في الماضي البعيد، يبدو أن المريخ كان يتمتع بجو أكثر كثافة ودفئاً ومياه أكثر بكثير مما هو عليه في الوقت الحاضر. استعمار الفضاء على المريخ أو في أي مكان آخر هو محل نقاش واسع. يجادل البعض بأن على البشر واجباً أخلاقياً لإنقاذ جنسنا البشري من الانقراض، واستعمار الفضاء هو أحد طرق القيام بذلك.
يجادل آخرون بأن العيش في الفضاء هو خيال علمي وأنه يجب علينا التركيز على تحسين الحياة على الأرض بدلاً من احتمال تدمير كوكب أو قمر آخر.